وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا بتشوفوني. لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا حنان وأهلا بيكم. انتوا عارفين طبعا إن ده موسم الزيتون، بس هو غالي شوية، يعني نازل السنة دي الكيلو ب50 جنيه. بس عموما أنا أصلا يعني هخلي الكيلو واحد. أنا أول حاجة هنا جبته وغسلته كويس، وبعد ما غسلته زي ما انتوا شايفين كده بعمله شقوق عشان يطلع المرارة اللي فيه، وهنقعه لمدة يومين بس. ده نوعه زيتون تفاحي، مش بيبقى فيه مرارة قوي قوي يعني زي الزيتون التاني اللي بيبقى صغير شوية وبيبقى لونه أغمق. السنة اللي فاتت في نفس التوقيت ده تقريبا كان موسم برضو الزيتون، وماما كانت عندي وعملنا فيديو مع بعض. لو حابين ان انتوا ترجعوا تشوفوه، كان فيه بقى تخليل الزيتون من الاول خطوة خالص لغاية ما عبيناه في البرطمانات. هنا خلاص حطيت له مية وحطيت له شوية خل، وهسيبه وهغير له المية كل يوم. احنا كده بالنسبة لنا بكرة أول يوم مدرسة. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، أنا مش كل ولادي هيروحوا مع بعض في يوم واحد، احنا يعني المدارس مقسمة لأيام. عندي أحمد بكرة اللي هيداوم هيروح أول يوم، وبعد كده عندي عبد الله، وبعد كده نور. شنط المدارس أنا مش بغسلها أول ما بتخلص المدرسة، أنا بغسلها قبل المدرسة بيوم، جبتها وحطيتها في الغسالة. الشنط دي كلها بتتحط في الغسالة عادي، ما بيجيلهاش أي حاجة، بطبقها كده زي ما انتوا شايفين وبدخلها في الغسالة من جوه. ليا فترة كده قلت أول ما لقيت المدارس قربت، يعني تقريبا من أول شهر 9، وأنا بحاول إن أنا أنام بدري وأصحى بدري كل يوم، إيه بقدم شوية، والحمد لله وصلت دلوقتي إن أنا بصحى يعني بعد صلاة الفجر، بقوم أصلي الفجر وبعد كده بنام شوية وبصحى على وقت المدرسة. يعني هما لسه ولادي زي ما قلت لكم ما يروحوش المدرسة، ولكن أنا بصحى على وقت المدرسة، أشغل غسالة، أعمل أي حاجة بسرعة يعني كده سريعة، وممكن أرجع أنام تاني أو ممكن أقعد حسب ما ولادي بقى يصحوا. لو صحيوا بنقعد مع بعض بقى وبنفطر خلاص وبنريح شوية وقت الظهر كده، يعني بعد الظهر بشوية قبل العصر، وبعد كده بنكمل يومنا، فبنلاقي نفسنا على بالليل مش قادرين نقعد، فكلنا بننام بدري. في شوية حاجات كده من ساعة ما بعملها هي اللي خلتني أعرف أنام بدري وأصحى بدري، لأني كنت لاقية صعوبة بعد الأجازة الطويلة دي إن أنا أنتظم تاني، ولكن إن شاء الله هقول لكم عليها كلها في فيديو إن شاء الله مفصل ليها لوحدها. يعني
سبتها شوية كده ورجعت لها تاني. بصوا، مجرد ما نزلتها في المية وبقيت كده افرك الحاجات اللي مش نظيفة كده بإيدي، لقيتها كلها نطفت تماما، ويعني مش محتاجة ان هي بقى تتغسل بمسحوق او اي حاجة خالص. في كتير من الامهات بيقولوا طب انتي تعملي كده ليه، ممكن تحطيها في الغسالة. يعني انا مش مقتنعة ان انا احط الكوتشيات او الجزم، يعني الحاجات دي، يعني في الغسالة اللي بغسل فيها هدوم، مش مقتنعة تماما ان انا اغسلهم في الغسالة بصراحة. يعني في امهات بتعمل كده، كل واحد يعني حسب فكره وحسب الحاجة اللي بيتقبلها. انا بالنسبة لي بغسلها دايما الحاجات يعني بتاعت ولادي وكده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وبتنضف، وفي نفس الوقت يعني انا بحس ممكن الغسالة تهلكهم اكتر. يعني دي بالنسبة لي أفضل طريقة. رجعت تاني للمطبخ، جبت برضو بيكربونات الصوديوم وحطيت عليها شوية من سائل الصحون وقلبتهم كده مع بعض، وحطيت عليهم شوية بيكنج باودر، كان كيس مفتوح عندي قديم، حطيت شوية اللي فاضلين فيه عليهم، في زي ما انتوا شايفين كده البرطمان فار لفوق، ودعكت بيه الحوض كله. ان شاء الله بصوا هيرجع جديد، وهسيبه شوية وهرجع له تاني هشربه. زي ما انتوا عارفين استخدامات بيكربونات الصودا او الصودا او بيكربونات الصوديوم ليها استخدامات كتير جدا. كمان برضو شفت في فيديو عند صديقتي بيان، قناتها ايام بيان تحفة، كانت بتستخدم بيكربونات الصوديوم، نقعت فيها فوط المطبخ، طلعت كل الحاجات اللي هي كانت لازقة فيها وخلتها كأنها جديدة. انا كنت قلت لكم قبل كده في فيديو 5 خطوات للمطبخ نظيف، ان الحوض هو اساس ريحه المطبخ. لو الحوض نظيف وريحته حلوه وما فيهوش حاجات ترسبات في الكوع بتاعه من تحت، او في حاجات لازقه، او في مواعين كتير متراكمه، ده هيخلي ريحه المطبخ كلها وحشه. فزي ما انتم شايفين لازم نحافظ على نظافه الحوض، والحوض يعني اساس المطبخ. اول ما تصحي من النوم بتبصي على الحوض بتلاقي فيه مواعين بتتعكنني، بتلاقيه نظيف خلاص الدنيا كلها بتضحك في وشك. زي ما انتوا شايفين انا بحب دايما انشف الحوض وانشف حواليه وانشفه هو نفسه، ده بيحافظ عليه انه ما يبقعش او يعمل نقط صدى او يعمل اي لون فيه.